صوفيا المريخ، يعطيك ألف عافية. اليوم مقابلة كتير حلوة رح تكون، حديثنا حيكون شوي مش مطول بس هن ناطرين هيدي الإطلالة. أهلا وسهلا فيك على الأو تي في. أهلا وسهلا فيك، وأنا أكيد بتشرف إنه أطلع على الأو تي في وإنه أكون موجودة معكم. واتساب، ولازم نعرف الفيديو كليب الجديد والديول الجديد. خبرينا أول شيء كيف تم التعاون وكيف اتفقتوا على هذا الفيديو كليب؟ معك جيرمين جاكسون. التعاون تم من خلال شركة إيكيوس وورلد، هي الشركة المنتجة تبع العمل والعمل اللي قبله كمان، غنية تهواك. وهن إذا بدك اللي القاسم المشترك بيناتنا يلي خلى إنه نلتقي فنيا بهيدا العمل، وكتير انبسطت بهالتجربة وكتير تعلمت منها شغلات. أول شيء جيرمين جاكسون بس تطلع فيه دغري بتفكر بمايكل جاكسون، وبس تسمعه بعد أكتر لأنه صوته كتير قريب لخيه، وإن جنرال يعني بتشم فيه إذا بدك ذا جاكسون فايف، يعني كان كتير متواضع وكان كتير هيك بده يتعرف علي، اللي مثلا سمعيني صوتك شو بتحبي أغاني، إنه حسيت إنه كان بده انه نعمل شيء هيك انجلش عربي، وتحمسنا يعني وعملنا الغنيه. خدني الي شوقي وقلبي ملك يدي، مهما طال الزمان والوقت والمكان. لاحظنا باخر فتره جددت غنية أجنبية ولكن طرحتيها بأسلوب عربي يلي هي أهواك. مبروك أول شيء غنية، حصلت على أصداء كتير كبيرة صوفيا. ناوية يكون الألبوم كله ستيل أجنبي؟ لا، ما رح يكون كله ستيل أجنبي، كله باللغة العربية، بس رح يكون في هيك أغاني مجددة وأغاني كمان خاصة. بس ما بعرف، عم بحب هلا اعمل اغاني مجدده على طريقتي. دركت الميلودي وهلا مع شركه جديده والك زمان بالشركه الجديده، خبرينا عنها وخبرينا عن هذا التعاون. خلص الكونترا وكنت انا بلشت اشتغل مع ايكيوس وورلد، فتم بطريقه كثير فريندلي وعاديه وبلا مشاكل. انتقلت من ميلودي على ايكيوس وورلد هيك بطريقه كثير سلسه، الحمد لله. ركزي على البروموشن تبع جيرمين جاكسون ولأغنية جديدة يعني بدي صورها بعد رمضان بسبتمبر، رح صورها بالمغرب. غنية كتير 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 حلوة، عم بلاقي صعوبات فيها شوي من حيث الكلمات، يعني لهلا صرت كاتبتها مع كذا شاعر كذا مرة، بس بعد ما عم بلاقي مزبوط شو يعني المضمون يلي بدنا اياه. في ديو مع ألان دولون سجلنا بفرنسا وصورنا كمان، بس بعد في شوية ديتيلز يعني بدنا اون دوا لي ريغلي مع المانجرز تبع ألان دولون، امتين بينزلوا بأي طريقة ووين وكيف، يعني في كذا شغلة هلا عم نحلها. ليك ما راح اقول ولا اسم لانه كان في حكي من سنتين ثلاثة اذا بتتذكر سيرج مع راغب علامة، وكان في حكي مزبوط، وكان في حكي بيني وبين راغب علامة على جيو، بس صار في اشكال يعني وسوء تفاهم وكثير قصص،
خليت ما نوصل للجيو. انا اجمالا بس قول اسم بحب انه تصير الشغلة قوفي بعض. يعني لما قلت جيرمين جاكسون نزلت كليب مع جيرمين جاكسون، عم بقول ألان دولون رح ينزل كليب مع ألان دولون، يلي تصور وتسجل وكل شيء، يعني بعد في بس شوي ديتاي يعني عم نحلهم. كل شيء تبدل وجوه الناس أحبتها عيني، اختزلت المسافات رسمت الحكايات وأحببت الحياة. أنا امرأة تهواك وأعشق من قلبي، لو أحببت من قبلي لن تهوى بعدي. أهواك أهواك، قلبي يسكنه هواك، كيف أنساك. قبل ما أختم، جمهورك اللي هو دائما بيسال عنك على الاو تي في ودائما عم بودي لنا مساجات على الفيسبوك وعلى كل برامج الاو تي في، شو بدك تقولي لهم بالتحديد على كاميرتك؟ بقول لهم ميرسي كثير انهم عم بيتابعوا كل اعمالي، وان شاء الله يعني كليب الجديد يحبوه، وان شاء الله كل الاعمال ينبسطوا فيها ويحبوها، وضلكم وراي وما تتركوني لانه في بعد قصص لقدام. هيدي كانت مقابلتنا مع صوفيا المريخ، اكيد بواتساب بعد في كثير اخبار. خلينا نرجع لتوب 5. يلا وصلنا.